ونرغب بالشهادة ونستبطئ الشهادة، يعني نشوفها طولت. لا تخيفنا أبدا تهديدهم إلنا بالشهادة. الشهادة بالنسبة لنا هي لقاء الله سبحانه وتعالى، رضا الله، مغفرة الذنوب، الفردوس الأعلى، صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنبيائه الكرام. ولذلك نحن لا نخشى من تهديداتهم ولا من تنفيذ تهديداتهم. وأنا لمثلي يعني عايش فترات إضافية، أنا حاسس حالي أصلا يعني تجاوزت العمر الافتراضي تبعي، ومتى جاءت الشهادة فحي هلا بها.